بحسبها كتير، وهو بحب يحسب بس للوقت اللي هلا عايش فيه وبعدين معلش. انت لا، تحسبها للوقت القادم. يعني الشخص هذا شايف ان هاي العلاقة سولي توأم روح، شايف انه هو شخص متوازن يعني جدا، شايف هاي العلاقة هو متحمس لها جدا وشايفها فيها شغف عالي جدا. كمان شايف ان هاي العلاقة بدايتها كانت جميلة، وعلى فكرة الشخص هذا تفكيره واقف عند بداية هاي العلاقة، كيف انتوا بدأتوها مع بعض. فهو حابب البداية اللي انتوا تعرفتوا على بعض فيها، احتمال انتوا في العمل مع بعض وتعرفتوا عن طريق العمل او عن طريق الاصدقاء. الشخص هذا شايف ان هذه العلاقة فيها حب فظيع، يعني هو حس انه فيها حب وشغف وتوازن في العلاقة، وشايف انكم انتوا مستوياتكم زي بعض او انتوا فاهمين بعض. لكن في يعني في العقل تفكيره مثلا، هو تفكيره صبياني، يعني انت تفكيرك عاقل جدا وبتحسب كل شيء على القلم والمسطره وبتقيس كل شيء، وحتى خطوتك انت بتقيسها بالدفتر والقلم. الشخص شايف انه العلاقه بدها بدايه جديده وبدها صدق، وشايف انه شايف انه في حب وفي توازن وفي توافق في شخصيتكم انتوا، وفي بينكم زي كيمياء عالية وانتوا تقريبا شبه بعض. لكن الشخص هاي شايف ان هاي العلاقة بطيئة نوعا ما، او فيش فيها استقرار، فيش فيها استقرار وفيها تجاهل كبير من طرفكم انتوا اتنين، عشان هيك بيحكوا لكم اطلعوا من نمط الصمت والتجاهل. فالعلاقة هاي شايف انه بدها بداية جديدة وبدها كلمة مستقلة أو مستقرة، تستقروا على رأي في هاي العلاقة. مثلا زواج زواج، حب حب، صداقة صداقة، بدها استقرار على رأي. الشخص شايف انه العلاقة فيها تجاهل كبير، وشايفك ان انت بطيء وشخص عملي او مهتم في عملك، مهتم في الاصدقاء، مهتم في السفر، مهتم في عملك. انت مثلا شخص لازم تضل اكتف على الانترنت طول الوقت، قاعد على الانترنت. فالشخص شايف انه انت مش معطي اهتمام للعلاقة، لوين تصعد هاي العلاقة، بحب فقط، ارتباط فقط. الشخص شايف انه يمكن في اطفال رح ينزلوا في هاي العلاقة، البعض منكم طبعا فيهم طرف، لان الشخص هذا شايفك انك انت تركته بسبب طرف ثالث، اما من طرفه هو او من طرفك انت. بس انا اكتر يعني شايف انه من طرفه الشخص اللي معك برج التوأم. ايه الشخص شايف انه بدها شغل كتير هاي العلاقة عشان تنجح. مش عارف ليش شايفة هيك، انه يعني مع انه شايف انه فيها شغف وحب وانسجام بيناتكو، وعلى فكرة انتو عندكو هيك كيمياء عالية بين بعض، منسجمين انتو اتنين منسجمين في الحب. الشخص هذا احتمال انه انتو ما عدتوش فترة طويلة مع بعض، لكن كانت زي علاقة عميقة، يعني علاقة كانت يعني فتحت قلوبكو لبعض، فتحت قلوبكو لبعض. او هذا الحب الحقيقي اللي انتوا كنتوا تنتظروه، سواء من طرفك يا برج الثور او من طرفه. بس هو شايف ان العلاقة بدها وقت طويل عشان تنضج، بدها شغل كتير. بدها شغل هاي العلاقة، بدها بداية من اول وجديد، شغل من اول وجديد. طيب هلا، هو كيف شايف شخصيتك يا برج الثور؟ هو شايف انك انت عملي جدا، صريح جدا، لكنك عميق يا برج الثور. فيك صمت رهيب فجأة، انت وانت بتخبي مشاعرك وبتخفيها وبتعبرش للشخص هذا انت شو شاعر، شو الاحساس اللي انت حاسه من ناحيته. كمان الشخص شايفك انك انت روحاني على فكره،
وانت فيك شيء مثلا في روحانية بتظبط، يعني مثلا انت بتحكي حلمك حلم كذا وكذا وكذا، فبيصدق حلمك وبيتحقق. فهو شايف ان عندك انت، عشان هيك بيقولوا لك اسأل حدسك، عشان انت عندك الحدس الصادق. شايفك انك انت بتحب الانتصارات، شخص جميل جدا، وشايفك انك انت لما بدك اشي بتروح بتجيبه بكل فخر، وعندك اعتزاز بنفسك، وعندك كبرياء عالي جدا، وانت بتحب دائما تكون قائد، انت ما بتحبش تكون من الرعية، انت بتحب تكون قائد للرعية. وانت دائما حواليك الاصدقاء بيهللوا فيك وبرحبوا فيك، او الاقارب، او انت بتنتمي لعيلة مثلا راقية، لعيلة مثلا معروفة. الشخص شايفك واضح جدا، شايفك انت شخص البداية معاك غير كل البدايات مع الاشخاص اللي مرق في حياته. احتمال عشان معاك تطفوا. وشايفك عملي على فكرة، الشخص ده بتحب المصاري الفلوس، وبتحب انت تشتغل في عملك عشان تثمر. الشخص اللي شايفك فرصة، من الاخر شايفك فرصة، فرصة لتعوض في الحب وفي العمل. احتمال انتوا مع بعض في العمل، احتمال انت مدير الشخص هذا، بس انا مش شايف فرق في السن بصراحة. احتمال هو اكبر منك، لانه هو طالع وراك انت شايفه ده امبرير. احتمال هو يكون اكبر منك، احتمال يكون هو برج الحمل. طيب انت كيف شايفه؟ انت شايفه احتمال انه قطع معاك لانه دخل في علاقة اخرى غيرك، هي برج الثور. انت شايف الشخص هذا ذكي جدا 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 ولماح وبيلقطها على الطوير، وانت شايف ان هذا الشخص في شيء هو متعلق فيه، او في شيء رابطه، يعني مش قادر يفك نفسه من هاي الرابطه. احتمال انت شايفه كسعيده لك، انت شايفه كسعيده، شخص سعيد ومرح وفرح، وبحب مثلا الفسح والخروج، وبحب السفر، بحب الاطفال، عنده انت شايف انه حنون على الاطفال على فكره الشخص هذا. او احتمال يكون هو شخص منفصل من علاقه مع اطفال، احتمال لانك انت تركته بعد اكتشافك لشيء التالت دخل بيناتك. انت شايف شخص عقلاني يعني جدا، يعني صارم، مع انه انا شفت ان انت العقلاني مش هو، بس انت شايفه عقلاني. الشخص هذا عنده، انت شايفه انه عنده ذكاء خارق او افكار خارقه. مثلا انتوا مع بعض في العمل وردتوا في ورطه، الشخص هذا بلاقي فكره بسرعه، يعني لماح بسرعه، وبيظبط المواضيع كلها بذكائه. دماغ الشخص هذا يكون هو وحيد امه وابوه مثلا، انت شايفه مثلا. كمان انت شايفه انه هو في شيء مر فيه في الماضي ولسه معلق فيه وما تركش، وشايف انه هو زي يعني ما اعطاش قرار نهائي في العلاقه. لا بعدين انت شايفه انه هو شخص صبور، بحب ينتظر، وكأن كنتوا اتنين من برج الثور. وانت شايفه، تعرف انت شو شايفه برج الثور؟ انت شايفه بضل ينتظر فترة طويلة بعدين بعطيك رأيه في الموضوع، او بعطيك رأيه في العلاقة. انت شايف انه عنده صبر وطولة بال، طويل بال جدا الشخص هذا. وشايفه انه الشخص هذا مش مسيطر، يعني انت شايفه حاليا هو مسيطر على مشاعره، وشخص احتمال اكبر منك، او شخص ناضج وعاقل جدا، لكنه الشخص هذا عنده عقل ناضج ولماح، لكن لماح في العمل مثلا، او ذكي في انه ينقذك من المواقف، لكن لما يعطي قرارات علاقة يخبى عنك الشخص هذا، يخبى عنك، مع انه هو شايفك انت اللي بتخبى عنه. هو مش فاهمك على فكرة، مش فاهمك بالضبط كثير، لانه شايفك غامض، انت نوع من الغامض. اتمنى انت تكون قارئ ترتيب.
طيب خلينا نشوف شو خطوته هو وياه. الشخص هذا بده يركز في عمله، الشخص هذا يطلع من شعوره من الوحدة، الشخص هذا مشتاق لك جدا وفكر فيه يعني 24/24، والشخص هذا يعني حاسس نفسه انه مين جذب لك وبفكر فيك ووقع على نفسه انه بحبك انت مش بحب الطرف اللي هو فيه. الشخص هذا اذا كان في طرف فهو قاعد بخلص منه. الشخص هذا اذا في طرف هو اخده مثلا يعني كجاكرك فيه، يعني جاكر صوت عينيت. الشخص هذا ناوي يحط حدود لشعوره بالوحدة، وناوي يحمي نفس الشخص هذا، وناوي ياخذ قرار بينه وبين نفسه، لكن يكون قرار العلاقة هاي إن العلاقة تنجح أو بمستوى الاستقرار. شو الشيء اللي بيسمح بيناتكم لأي مستوى تطلع هاي العلاقة هو راح يعطيك قرار، لكن مش هلا. الشخص هذا بده شفاء، شفاء حاليا. بمرق فترة صعبة جدا، وبمرق فترة فيها انهيارات وفيها انفصالات وفيها مشاكل. احتمال عنده مشاكل في العمل، احتمال عنده مشاكل في المنزل، احتمال عنده مشاكل في العائلة، احتمال عنده مشكلة في مع الطرف الثالث اللي دخل بيناتكم. الشخص هذا بده يخرج من الزوبعة اللي دخل نفسه فيها، ويحط حدود للأشخاص اللي حواليه اللي مثلا كانوا يفرضوا رأيهم عليه، يحط لهم حدود ويصير شخص حر نفسه وصاحب قرار. الشخص ده مش صاحب قرار، صح وعقلاني وعنده عقل واعي وذكي وراكز وشخص يعني، لكن الشخص هذا في أشخاص يحكموا او زي انه هو بنكسر خاطره على مثلا عائلته، فبضطر يتنازل. شخص بتنازل على فكره، هذا الشخص بتنازل كمان. هذا الشخص بده يفكر كيف هو بده يسترجع قوته. الشخص هذا ضعف، في لحظه هو ضعيف فيها وهو الان حاليا، هذا الشخص ضعيف. الشخص هذا عنده مشاكل في المنزل، وهو مخبي هذا الشيء، هو بحاول يدور على حل للموضوع هذا، وبتمنى انه يلاقي حل. الشخص هذا انت احتمال، اذا انت عشان قراءة تعمل وين، احتمال انت في شخص في العمل حاسه متعجرف وشخصك صلب جدا، بس انت اما حاولت تتواصل معاه او انت حاليا مش فاضي تتواصل معاه، انك انت صامت. الشخص هذا بده شفاء بعدين يستقر في العلاقة ويعطي قرار العلاقة. الشخص هذا يقعد فترة يرافقك من بعيد لبعيد، بده يحط حدود للظروف اللي هو بمرق فيها، بعدين الشخص هذا راح يجيك، لكن بعد ما يطلع من المشاكل اللي هو فيها. الشخص هذا بمر بفترة مشاكل، فانتظره يا برج الله. أنا هون بقول لك انتظره، اخرج انفصل عن العيلة وعن العمل وعن وهون بقول لك اطلعوا من الصمت اللي انتوا فيه. في حدا منكم بخاف من العلاقات؟ بس انا مش عارف، ما لقيتش حدا صراحة. لا، هو احكي لك ليش، لانه هو بفكر عشان يصلح علاقتكم، بفكر يطلع من احساسه بالوحده والتعب والوجع، احساسه بالكسره. وهو مكسور هذا الشخص، وحاسس انه هو بيجي على نفسه عشان الاشخاص الاخرين. فالشخص هذا هو اللي بخاف من الترك. الشخص اللي بيعالج نفسه من احساسه ان الاشخاص رح يتركوه، بده يطلع من الشعور هذا، فهو الشخص اللي بيهرب من العلاقات. هذا الموضوع في رجوع، لكن عامل الان الشخص ده عبال ما يتعالج ويطلع من الاحساس اللي هو فيه. يعني بده سنة، خلال السنة هاي رح يكون في رجوع.
لكن بس يعني نفسه. طيب خلينا نشوف الكرة أبراج، هنا برج الحمل وبرج العذراء وبرج الجدي، برج الجوزاء، برج الميزان، برج الأسد، برج العقرب، الحوت، وبرج العذراء، برج الثور فقط. خلينا نشوف العمل الكراش يا برج الثور كيف عملك، ونشوف الكراش شو مشاعر الكراش ناحيتك يا برج الثور، شو مشاعر الكراش من ناحيتك؟ الكراش حسك انك انت شخص مسيطر، او العلاقة هاي فيش فيها توازن، وحسك انك انت شخص حنون ومعطاء، لكن هاي مش مشاعر حب، هاي مشاعر هي شخص هذا زي حسك انك انت بدك كمان عشان تقدر تكمله هذا الشخص. احتمال يكون في طرف اخر بينكم، والشخص هذا بده وقت ليفكر ويختار شخص منكم. احتمال يكون هذا الشخص كراش على الانترنت، احتمال في برضه عمل انتوا التقيتوا في عمل خيري وشافك انك انت شخص معطاء وشخص عفوي وشخص حنون وطيب، بس الشخص هذا في اختيار بينكم، الشخص هذا لازم يقرر انه ياخذ او يختار بينكم. طيب خلينا اشوف هل مشاعر صادقة تجاهك الشخص هذا، مشاعر حسسته عملي يعني، حسسته حسسته عملي او مش عارف اذا مخادع يعني، بس حسست الشخص هذا نظرته لك في العمل. الشخص هذا شايفك انك انت فرصة، فرصة مش حاسسها حب صراحة يعني. انتوا اما في العمل مع بعض، او انت شخص مشهور معك مثلا مبلغ مال كبير، انت شخص مهتم في عملك، مهتم في انجازاتك، والشخص هذا زي طمعان في شيء معك، او طمعان في وظيفة معك، او طمعان في شراكة معك. الشخص هذا هو شايفك انك اكتف او جميل وعندك بس أنا يعني عندك روح حلوة، بس شوف شو نوايا من ناحيتك. هو نوايا معك الاستقرار والزواج، استقر معك في زواج. الشخص هذا شايف انك انت عملي جدا، انت أعلى منه مستوى في العمل، في المال، في البيئة، في اشي انت أعلى منه، مستوى أعلى منه، أو أنت عملي أكتر منه. طب هل بيحبك هذا الشخص؟ شايفة كل عبارتي هو بحبك وبده إياك زواج كاستقرار. طب هل راح يصالحك هذا الشخص بالشيء؟ فكر يصالحك، فكر فكر في الموضوع. الشخص هذا راح يصالحك، لأنه بفكر كيف يقدم الخطوة، بس أنتوا يا مع بعض في العمل، يا أنت شخص مرموق معروف، أنت على السوشيال ميديا مثلا عندك عمل بيزنس على مستوى العالمي، أنت مثلا بتغني صوتك حلو بتغني ومعجب فيك هذا الشخص جدا، وبفكر كيف
يلفت نظرك، بس في عنده شيء لازم يخلصه قبل ما يعطف لك برج الثور. طيب هون عندنا برج الجدي وبرج الثور، هون كل العناصر الطاقات الهوائية والمائية والترابية والنارية. هون برج الثور فقط. الشخص هذا وبرج الميزان، الشخص هذا بفكر فيك لدرجة رهيبة. احتمال انه انتوا التقيتوا فيه زي ما قلت لكم في عمل خيري واعجب فيك هذا الشخص، وشافك انك انت مثلا اعطيت شيء قيم للفقراء او عملت لهم مشروع، انت مثلا في مشروع للفقراء، عين المشروع للفقراء، وهو بفكر فيك في استقرار وزواج في الشخص هذا، معجب فيك هذا الشخص كثير جدا. طب خلينا نشوف العمل. احتمال انك انت الشخص هذا عرض عليك وانت رفضته، وهو متباعد وبفكر في حيرة، عنده حيرة شو يعمل، عشان هيك انه بفكر كيف يخترق حدودك. احتمال انت حاطط حدود العمل، بس فقط العمل، ما الحياة الخاصة انت مثلا ما بتدخلش حدا فيها. الشخص هذا مش عارف كيف يخترق الحدود، من انت تكون اي حد بيقرب بصوبك انت بتبعده او بتوقف لنفسك وقفة حقيقية. طب خلينا نشوف كيف وضعك في العمل يا برج الميزان. انت مستقر حاليا في عملك ومهتم في انجازاتك، اصلا انت حاسس انك انت مهتم في شيء في عملك. انت في شيء يا برج الثور، انت في شيء زي بتدور عليه، بتبحث عنه على الانترنت، في شيء انت حابب تستقر فيه، انت عمالك تتعب لتوصل لشيء انت تستقر فيه او تحصل.